طيب تعالوا نروح لزميلنا فاروق صلاح ومعاه لقاء مع الكابتن احمد سامي المدير الفني لنادي سموحه بعد المباراه. اتفضل يا فاروق. من جديد بجد التحيه بك يا كابتن ايمن وضيوفك الكرام وبكل مشاهدينا مشاهده متابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان عقب نهايه اللقاء بفوز النادي الاهلي على فريق سموحه باربع اهداف نظيفه. يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء واحد من المدربين الكبار اللي ليه بصمه في الدوري المصري كابتن احمد سامي المدير الفني لنادي سموحه. كابتن احمد مباراه صعبه ومهم جدا ان انا لما اكون بلعب فرقه بحجم النادي الاهلي تكون اخطائي قليله، لكن فريق سموحه النهارده وقع في اخطاء خاصه في الشوط الاول وهو بيفنش الشوط الاول. بص يعني انا ببارك للنادي الاهلي طبعا فرقه كبيره جدا واحنا قدام الفرق الكبيره بنأدي بشكل كويس. يعني المفروض قدام الفرق الكبيره ما تعملش غلطات كبيره خصوصا لما ادينا 40 دقيقه بشكل متوازن بشكل كبير جدا وكنا ندي بشكل كبير مع النادي الاهلي. طبعا في اربع دقائق خش ثلاث اجوان والثلاث اجوان مع فرقه كبيره زي النادي الاهلي الماتش بيتقتل. يعني الاخطاء وارده لكن الاخطاء في المناطق الريسك دي مش وارده، يعني عندي اخطاء ساذجه جدا وده وارد. يعني انا بالنسبه لي ما بحملش حد اي حاجه، ده ماتش عدى وانا يعني شكرت اللعيبه على الاداء، مش دي مش نهايه المطاف، اهم حاجه الكفاح في الماتشات الجايه لان احنا في نهايه الدوري ونحاول نقوم من الهزيمه دي بشكل كبير. يعني كابتن احمد شايف ان الظروف اللي فيها النادي الاهلي ويعني التعادل الاخير مع فريق بيراميدز عنده ضغط في المباريات عايز يعني ايه اكبر عدد مباريات قبل النهائي الافريقي ده يعني صعب من المباراه شويه؟ لا لا النادي الاهلي فرقه كبيره، النادي الاهلي خلي بالك بس انا مش عايز النادي الاهلي عنده 30 35 لعيب حتى الناس اللي طالعه من تحت في قطاع الناشئين عنده موارد بشريه ومن اللعيبه غير طبيعيه. يعني في لعيبه اساسيه وكل حاجه لكن طبعا حته ان انت عندك اللعيبه الدوليه دي بالكم سواء اولمبي او منتخب كبير لا انت عندك براح كمدرب بشكل كبير جدا. فانا شايف ان الفتره الجايه حتى لو في روتيشن هيحصل مش هيتاثر النادي الاهلي بشكل كبير. يعني شايف ايه اللي رجح كفه النادي الاهلي في الدقيقه الاخيره وافقد فريق سموحه التركيز في الدقيقه الاخيره في الشوط الاول؟ هو ما فيش، هو غلطات في الميس باس بس في مناطق ريسك هي بس هي دي القصه. لكن هي طبعا والظروف السيئه ان في اربع دقائق يحصل نفس الخطا هو يعني مسنتر يرجع بيس باس في نص الملعب في مناطق الهجوميه للنادي الاهلي ودي مشكله كبيره لان النادي الاهلي بيضغط من قدام على طول فما ينفعش تعمل تحضر بشكل كبير او عريض بالشكل ده او تغلط في ميس باص في المناطق دي. على العموم ماتش وعدى مبروك للنادي الاهلي وان شاء الله احنا بالنسبه لنا يعني الفتره الجايه تبقى احسن. يعني كابتن احمد معدل اعمار اللاعبين في فريق سموحه صغير، هل شايف افتقاد اللاعبين لبعض الخبرات؟ وايضا في نقطه مهمه جدا، هل في تاثر من احمد عبد القادر ومحمد عبد المنعم بانضمامهم للمنتخب الاولمبي ده كان ليه اثر على اللاعبين نفسيا في الملعب النهارده؟ بص في شقين، اللاعب الدولي بيبقى بيقعد خمس ست ماتشات عقبال ما مستواه ينزل. لما مستواه ينزل اللعيب اللي هو خبرته قليله بيبقى حته التذبذب شويه ما بيبقاش مستواه ثابت. طبعا احنا عندنا لعيبه مش دوليه مش لعيبه يعني بتلعب منتخب كبير فعندها الاستمراريه. طبيعي جدا ان انا عارف ان هيحصل في تشوك في الاداء ده طبيعي جدا لانك عندك اللعيبه ما بتديش خمس ست ماتشات ورا بعض. لكن عبد القادر بالنسبه لعبد القادر ومنعم طبعا لازم يتاثروا نفسيا بشكل كبير وانا قعدت معاهم بعد ما كابتن شوقي قال القايمه حاولت ارفع من روحهم المعنويه لكن هي واخده منهم بشكل كبير جدا. يعني اخيرا عايز اختم مع حضرتك تقول ايه للنادي الاهلي وهو مقبل على مباراه مهمه جدا مباراه النهائي الافريقي؟ لا ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي بدل ما بيوصل للنهائي ان شاء الله ياخد البطوله، عنده المقومات البطوله ونادي الاهلي في المواقف زي دي بيحارب عشان ياخدها فمش بسهوله ان هو يفقد البطوله دي وانا 90 95% الاهلي ان شاء الله ياخدها. شكرا كابتن احمد والتوفيق. شكرا شكرا كابتن ايمن. ده كان لقاءنا مع الكابتن احمد سامي المدير الفني لفريق سموحه عقب نهايه اللقاء وفوز النادي الاهلي على فريق سموحه باربع اهداف نظيفه. من جديد تعود الكلمه ليك يا كابتن ايمن ولضيوفك الكرام.